راح فين في زفت ده راخ؟ معقولة كده؟ حرام بقى، 5 ساعات ومش عارفين نوصل لحاجة. ما انا قلت لك ده خبر يتيم، لا ليه اصل ولا فصل. لا ليه اصل و12، وطالما 12 يبقى هوصل له. حصل يا استاذة؟ هو ايه اللي حصل؟ خضتني. صلاح عندي للصحفي اللي سألتي عنه بتاع خبر دافنشي. انزل يا دافنشي، انزل. ايه ده يا باشا؟ يا باشا يا باشا انزل ازاي بس وصحتك قافش في رجليا كده؟ لا مؤاخذة، ما انا مش هسيب رجليك الا ما تفك رقبتك من الحبل. حبل ايه يا فندم؟ دي رابطة الكتب. كتب؟ ايوه يا باشا كتب. انا بروش الصندره بقى. يخرب بيتك كتب. الصندره اصلا لازم تنضف. في ايه يا باشا؟ الله يخرب بيتك يا شيخ، ما قلتش كده من الاول ليه؟ يا فندم وانا لحقت اقول حاجه، ساعتك دخلت زي الصاروخ كنت قافش في رجلي، عمال تقول يا دافنشي يا دافنشي، وانا بقول لساعتك عشان كانت المجله في بقي. لا 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 هزعل. لا يا باشا هزعل بعد اذن سعادتك، ولا تايه برضه عن دماغ سعادتك وما يقول في افكارك؟ يعني حضرتك ايه، مفيش ثقه؟ فاكرني كده ايه مثلا عامل مهرب في السقف ونوى كت منه؟ تكت؟ هو انت تقدر تكت مني؟ ده انا فكرت بعد الشر. ايه يا باشا؟ مش مهم. فكرت ايه سعادتك؟ مش مهم. طيب حاضر. انت بتشيل الكتب هنا ليه وبتربطهم كده ليه؟ عشان العته يا باشا. عته؟ ايوه سعادتك. ما هو لو الورق كده بفرط ومش مضموم جامد ومتقرط عليه قوي كده، انا باخذه بالربطه الكتب، تلاقي العته راحت سارحه، وانا عندي هنا فضله خيرك في ايه؟ في نمل، وفي كمان عناكب، وفي حاجه اسمها السمك الفضي. السمك الفضي ده بقى سعادتك بيقول ايه؟ ما يصدق يلاقي كتب مفتوحه، يقوم داخل هابش الورق يبوظ الدنيا. حتى هم دايما يسموا السمك الفضي ده مثقفين الحشرات، وممكن احنا نسميهم برضو ايه؟ حشرات المثقفين. يا حشرات المثقفين. حلو يا باشا، انا قلت هدي على ساعتك، شايفك داخل. يعني انت كل البرستان اللي عملته عندي في المكتب ده في الاخر تنزل تقرا كتب وتكلم حشرات؟ انا اسف يا سعاده باشا، بصراحه فريد بيه انا حاسس ان انا زودتها شويه كتير يعني. انا اسف. وانا مش جاي دلوقتي عشان اسمع اسفك، أنا جاي أقول لك قراري بعد تفكير. أنا هقول لك على السر اللي لو شبت ما كنتش هتعرفه قبل أوانه. صدقني ده السر اللي بدور عليه. هو فين السر ده؟ الكلام اللي قاله حسام دلوقتي عن صلاح عنديل، هو ده اللي هيحل كل الفزورة. حل ايه؟ ده قفلها لك دومينو. ليه بس يا استاذه؟ هو قال لي ليه؟ مفيش معلومه واحده بتقول ان الصحفي ده موجود في الكون، لا اسمه ولا عنوانه ولا حتى قيد في النقابه ولا اسم ثلاثي ولا اي حاجه. طب ما هو حصل اهو، مش عرفنا انه كان صحفي في اخبار اليوم، وجبت له 3 مقالات قديمه، والثلاث مقالات بتؤكد ان هو مهتم جدا بالرسم والنحت والفن التشكيلي. يا سلام، كسبنا احنا صلاه النبي. المفروض نعمل ايه بقى؟ نروح نسال عليه في السوبر ماركت بتاع الفنون التشكيليه؟ يا بنتي افهمي، جمعي حاجه مع بعضيها كده. واحد صحفي مهموم بالرسم وبالفن ودايما بيدافع عن قضايا الرسامين وحقوقهم، واول ما جاب سيره دافنشي هوب اختفى من الوجود وكل بياناته في الدنيا اتمسحت. يعني معنيته ان 100% هو الوحيد اللي وصل لسر قضيه دافنشي وعرف مين اللي قتله. ايه ده، هو ليوناردو دافنشي اتقتل؟ شفتي عملتي فيه ايه؟ روح يا ابني خد لك يومين اجازه وان شاء الله هتبقى زي الفل اللي فوت قدامي. يلا. مساء الخير شريف. طب انا هسيبكم مع بعض شوي. معلش انا عارف انك زعلانه مني، بس والله غصب عني. وبعدين انا طبيت عليكي فجاه كده عشان عارف انك بتحبي جو العفاريت والمفاجآت، قلت يمكن تحني عليا زي ما بتحني على الاخ دافنشي. انا
ايوه دافنشي، انت الوحيد اللي في ايدك انك تحقق اهم حلم في حياتي. حلم لسعادتك؟ سعادتك حلمت حلم خير، اللهم اجعله خير. ان ابقى دكتور. الله عليك يا باشا، تصدق والله انا من زمان وانا بقول يعني سعادتك مش لايق لمؤاخذه في يعني الحنيه بتاعتك وقلبك الكبير، وبعدين سعادتك كده بتدي لنا مثل انه مش مهم ايه يعني انك انت مثلا مجموعك هو اللي دخلك شرطه وانت صغير، بعد كده سعادتك هو النهارده بتغير مسارك وبتبقى طبيب. طبيب ايه يا مختل انت؟ دكتور. رسالة دكتوراه بعملها في كلية الحقوق جامعة عين شمس. رسالة علمية لا مؤاخذة يا باشا، لا مؤاخذة معلش، والله من ساعة الخضة بتاعت حضرتك داخل كده ودافنشي ودافنشي وأنا المجلة في بوقي بقول سعادتك ويا حشرات المستشارين نعمل إيه؟ بنفك بقى مع سعادتك تسمح لي لا مؤاخذة. طب تسلم يا باشا تسلم. شكرا يا باشا شكرا. اتفضل ساعتك تاني. اتفضل. هتولع. اتفضل. ايوه يا باشا، وموضوعها ايه بقى الرسالة دي؟ دراسة في علم النفس الإجرامي. لا وسعادتك ليك باع في الموضوع ده؟ علم الإجرام وعلم العقاب. ايوه. لومبوزو اللي هو يعني لومبروزو. لومبروزو انت كده بدات تفهمني يا دافنشي. لا وفهمت كمان دوري في الدراسه العظيمه دي. سعادتك عايز تستعير مني مجموعه من المراجع القيمه لعلم سعادتك. انا عندي هنا مجموعه نادره، فرويد، كارل يونغ، اوتو فينخل، اعلى ما في علم النفس. كتب ايه يا مختل انت؟ ما اللي جاب لك الكتب دي كان قادر يجيبها لنفسه. صحيح يا باشا. لا ولو جابها لنفسه بقى هيجيب الزبد وهيخبيهم لمؤاخذه زي البن. انت عارف انا ايدي طايله. فهمت يا باشا. لا انا قصدي يعني ان عشان وقتك السمين انا ممكن اعمل مثلا ملخصات من المراجع دي واكتبها لساعتك بحيث انها تبقى زي البراشيم الصغيره او لا ملخصات ولا اي حاجه من كل الهري اللي انت بتقوله ده. ايوه باشا. انا عايزك انت كده بلحمك وشحمك. انا انت دافنشي. انا يا باشا انت موضوع دراستي. يعني انا موضوع الرساله بتاعت ساعتك؟ انت موضوع الرساله. يعني الدراسه بتاعتي. ايوه. الدراسه بتاعتي بتتكلم عن نظريه المجرم الفنان. الله، حلو قوي العنوان ده يا باشا. باكد فيها مدى الاستفاده من موهبه المجرم الفنان. ازاي احول الاجرام اللي عنده ايوه والفن اللي عنده ايوه لخدمه المجتمع. الله، بلغي اجرامه وبطلع الفن اللي عنده الحته اللي ونحولها لخدمه المجتمع والناس. بالظبط. الله على كده يا باشا. ولا لا مش معقول ده، انا كده بقى اللي هحلم سعادتك واقول انا مثلا والعياذ بالله بكلمه انا النموذج اللي ساعتك هتقدمه في الرساله دي. هقدمه. انا قدمتك خلاص. انت اسمك دلوقتي في كليه الحقوق جامعه عين شمس. كده ما حصلش ان كان عندك عمليات في الفتره دي او كان عندك نبطشات في المستشفى. يعني انت كنت متابعاني؟ ايوه، وسالت عليك اكتر من مره، قالوا ان انت ما بتجيش ومحدش يعرف عنك اي حاجه. طب كويس قوي، ليه ما سالتنيش انا كنت فين طول الفتره دي؟ اسال مين يا ابني؟ هو انت اصلا موجود؟ ثلاث اسابيع يا شريف مفيش تليفون، مفيش رساله، مفيش اي حاجه تقول اي حاجه. ده انا حتى لو كنت بت ما كنتش هتحس بيه. بس ايه اللي بتقوليه ده؟ بعد الشر عليكي. انت عندك حق، بس لازم الاول تعرفي انا كنت فين. ما بقتش عايز اعرف خلاص، مش عايز اعرف حاجه. لا بقى يا كارما، ده حقي، انت محاميه
وعارفه كويس قوي ان مفيش متهم في الدنيا بياخد حكم الا لما يدافع عن نفسه. في قضايا محسومه يا دكتور، مش محتاجه ادله ولا محتاجه دفاع. حتى لو عرفت اني كنت محبوس. محبوس؟ يعني ايه محبوس؟ ايوه، وانا بعمل عمليه المريض اتنقل لي منه فيروس في الدم وحجزوني. انت بتقول ايه؟ مش معقول. هو ده اللي حصل يا كرمة. اعراض المرض ده بانت عليا بعديها بست ساعات. وبعدين يا شريف عملت ايه؟ حصل ايه؟ مفيش، اتنقل لي مرض والدكتور اسامه خليل حطيه في غرفه تعقيم لحد ما يجهز لي ورق السفر. سفر؟ هو انت سافرت كمان؟ ايوه سافرت، رحت المانيا عشان اتعالج، رحت اكبر مركز هناك بيعالج الامراض دي. اتفضلي، ادي الباسبور وادي تذكره الطياره عشان تتاكدي بنفسك. الحمد لله، الحمد لله انت بخير يا شريف. ازاي يعني كل ده يحصل وما تقوليش؟ ازاي ما تبلغنيش؟ ازاي ما تبعتليش رساله حتى؟ ازاي يعني؟ كنتش عايزه اقلقك. شوفي انت حالتك ايه دلوقتي؟ تخيلي بقى لو كنت قلت لك في ساعتها كان هيحصل لك ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه والله، انت غريب قوي يا شريف. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. ياه، اخيرا اخيرا قلتيها. كان لازم يعني اتعرض للموت عشان اسمع الكلمة الحلوة دي. بعد الشر عليك، ما تقولش كده. والله انا مستغربة جدا. هاك علي يا شريف، والله هاك علي يا حبيبي، انا اسفة. تقوليش حاجة بس الاسف يعني ما بيبقاش بالكلام. امال بايه؟ يبقى بالفعل يا استاذ. طب خلاص احكم عليا وانا موافقة يا سيدي. جابر الكومي. جابر الكومي؟ مال كومي ومال اللي احنا فيه دلوقتي؟ بس مش هتصدقي، صدفة غريبة جدا. تخيلي قابلته في نفس المركز اللي انا كنت بتعالج فيه، كان بيعمل معاهم صفقة أدوية. معقولة؟ اه. الغريب بقى كمان ان الراجل صمم يدفع تكاليف علاجي كلها، ما رضيش يستنى الشيك بتاع النقابة. يا راجل. اه والله. طب ليه كده؟ الحمد لله انه عمل كده، كان زمان الشيك اتأخر ومتورط دلوقتي. انا بستغرب الراجل ده قوي، انا مش عارفة هو بيعمل كل ده ليه. بيعمل كل ده عشانك يا كرمة. عشاني؟ عشاني ليه يعني؟ طب ما هو يعني الحمد لله اداني حقي وزيادة. لا ده كمان عزمنا احنا الاتنين على حفلة عشان براءة ابنه. هو أخر الحفلة دي يعني فترة عشان انت عارفة بيسافر كتير. حفلة ايه وكلام فاضي ايه؟ أنا أصلاً كنت ناوية إن أنا كرمة عشان خاطري. ما ينفعش بقى تكسفيني قدام الراجل بعد اللي عمله معايا، ده وقف جنبي. وبعدين بصراحة أنا هتجنن واعرف ايه المفاجأة اللي هو محضرها لك دي. ايه مفاجأة؟ ايه يا عدنان التهريج بتاعك ده؟ انت مش قايل لي اللوحة هتكون عندي النهاردة؟ وانا عندي وعد يا جابر. عندي وعدك ازاي؟ الساعة 7 اهو وانت مش هنا ولا حاجة. حاجة بسيطة يا جابر، فاضل تاتشات صغيرة بسيطة كده وانا هجيبها لك الليلة دي بنفسي. يا سيدي هاتها كده من غير تاتشات ولا زفت. اجيبها لك ناقصة ازاي يا جابر؟ يا حبيبي الحفلة بكرة وانا عزمت الست وحابه مكسوف بقى لو عزمتها على حفله قرعه من غير ولا كادو. بقول لك ايه يا جابر؟ انا سهران لغايه الفجر، اللوحه دي توصلني النهارده. ماذا والا انا هاجي اقلب المرسم ده واخدها غصبا عنك. اشتغل بقى بدون رغي. يخرب بيت الفن على اللي بدعه. انا اصلا ايه اللي كان مخليني افكر في الشوره المهببه دي؟ المصيبه اللي تكون انت كمان خيبت املي. ها يا شريف. قول لي عملته ايه؟ غير متاح برضه. الله يخرب بيتك يا فريد، انا عارف انت فين؟ انا عارف ان انا فضحت هتبقى على ايدك وعلى ايد الزفت اللي عندك. يا ابو سهل يا رب، يا ابو سهل. طب يعني يا باشا كل اللوحات اللي انا عملتها وسلمتها لسعادتك، سيادتك خدتها وضمتها للرساله بتاعتك؟ امال خدتها منك وبعتها في سوق سودا ولا ايه؟ لا 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 يا فندم، ده كلام لا يا باشا يا باشا ما اقصدش وصحتك وش ذلك برضو. طب بالنسبه للايه؟ اخلص الورق يا باشا، المستندات الرسميه اللي انا كنت بضربها سعادتك دي برضو جزء من الرساله؟ ده اهم جزء في الرساله. يا سلام. طبعا. ازاي بقى؟ ما انا كنت لازم اوضح الوجهين للنموذج بتاعي. الوجه المجرم في التزييف والتزوير، والوجه المشرق. ايوه حلوه،
كلب وشك. والله في كلب وشك يا باشا، والله في 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 والله العظيم يا باشا، والله العظيم في وجه انا مشرك. عارف انا عارف. ايوه يا باشا. والوجه المشرك المتمثل في ايه بقى؟ الرسم، الفن التشكيلي، النحت، التماثيل، الحاجات الجميله دي. الله عليك يا باشا، الله عليك باشا. انا بصراحه رجليا مش عيلاني، انا غلطه يا باشا. صح. طب سعادتك ما قلتليش كده كده ليه من فترة طويلة؟ يعني سايبني على حماية طول السنين دي وأنا فاكر إن أنا بعمل حاجة لا مؤاخذة شمال. طب ليه يا باشا؟ ليه يا باشا طول السنين دي مخبي عليا؟ مش كنت تحسسني كده بقيمة اللي أنا بعمله؟ أنا بصراحة كنت مستوسخنا قوي. نعم؟ مستوسخ نفسي قوي يعني. ما كانش ينفع. ليه يا باشا؟ الدراسة بتاعتي كان أهم حاجة فيها إن النموذج اللي بستخدمه يشتغل على طبيعته، براحته، ما يحسش إنه تحت اختبار. أيوه صح، سعادتك. طب الله عليك يا باشا، الله عليك، الله عليك. أنت بحر بحر. الحمد لله. إنما حالتك النفسية بقى لما ساءت والاكتئاب والحاجات، والعياذ بالله، اضطريت يا وسخ أقول لك يعني أعمل إيه؟ اضطريت. انسى يا باشا، انسى. خلاص مفيش الكلام ده. انا اتولدت دلوقتي يا باشا. سعادتك تقدر تعتبرني لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم، لا افهم. انسى، مفيش ولا اكتئاب ولا حالتي النفسيه بايظه ولا واحد تاني خالص، صفحه بيضاء. امال هتعمل ايه بقى يا دافنشي لما تعرف ان الدراسه بتاعتي دي لو نجحت انت هتاخد حريتك وتطلع من القبر ده بلا رجعة؟ لا بقى، مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن، ما هو بالعقل كده. معنى نجاح دراستي ان انت تحولت من مجرم لفنان. الله عليك يا باشا، الله عليك، الله عليك. ده فين شقيلي؟ لا مؤاخذة باشا، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة باشا. حياة النبي يا شيخ، ساعتك ما بتضحكش عليا؟ بضحك عليك؟ يعني قصدي لا مؤاخذة باشا، أنا آسف، قصدي يعني مش بالطيب خاطري، علشان حالتي النفسية ساءت ونيلة، مش كده يا باشا؟ بص يا دافنشي، عارف المحامية اللي انت بترسمها ديت ولسه ما خلصتش لوحتها؟ كارما؟ عارفها؟ وانا عارف حاجة غيرها يا باشا من ساعة ما شفتها. اهي المحامية دي هي اللي انا اخترتها للدفاع عنك، وانها تقدم للداخلية مبررات العفو والإفراج بعد نجاح الدراسة. كارما هتدفعني؟ طبعا. بص، الحقيقة هي ما تعرفتش خالص ولا تعرف أي حاجة عن موضوع الدراسة بتاعتي. بس أنا لما قريت الموضوع بتاعها في المجلة اللي أنا اديتها لك دهية، أيوة، قلت أعمل كومبليمو كادو. الله عليك. على إيدك كده وأدهولها. الله عليك يا باشا، الله عليك. دفنش إيدي. عشان تقتنع في موضوع الدراسة وتتبنى قضيتك. بس أعمل إيه بقى في دلع أهلك واستهبالك؟ بقالك شهر ونص لغاية دلوقتي ما خلصتها. خلصت يا باشا، خلصت خالص، خلاويص مخلص، خلصت يا باشا وجاهزة. وكنت لا مؤاخذة كنت مستني إن أنا أقول لسعادتك طرططط طرططط. طب لما هي جاهزة ما بتقوليش ليه؟ ما أنا ما أنا ما باشا باشا، حياة النبي ما تزعل نفسك. احنا دلوقتي في قعدة صراحة، وسعادتك زي ما بقول لك كده حياتي سبحان الله. يعني أنا كنت بموت، كنت موت خلاص. اللي بتقوله النهاردة أنا بتولد من جديد. خليها بقى صراحة بصراحة يا باشا، أنا بصراحة ما كنتش قادر أسيبها وتخرج من إيدي يا باشا. 40 يوم وانا عايش جواها وعايشه جوايا. سامح بقى، سامح بقى قدام يا باشا. سبحان الله، سبحان الله يا ست كراميلا.
سبحان الله يا كرمة. أتاري اللوحة دي توكيل مني ليكي عشان تدافع عني. هو في الحقيقة أنا مش عارفة أقول إيه ولا عارفة أتكلم، منهم بيقولوا عليا محامية شاطرة وشغلتي الكلام، بس يظهر إن دي إشاعة. أو يعني مبالغين شوية زيادة. يعني الحقيقة لما عزبني جابر بيه أنا تصورت يعني إنها تبقى حفلة شاي تورتاية عشان خاطر براءة الأستاذ زياد. لكن ما كنتش متخيلة إنها حفلة كبيرة وتكريم رائع للدرجاتي. الحقيقة جابر بيه أنا مش شايفة إن أنا عملت حاجة، أنا عملت شغلي واجبي، دفعت عن الحق زي ما شفته من وجهة نظري. تبقي عارفة إنه مش حق وعملتيها غصب عنك يا أمورة. يا عيني على عصفور الغلبان لما يزهق من ضعفه ويقلد الغربان. أنا بجد سعيدة جدا وبشكر حضرتك جدا يا جابر بيه، وبشكر كل الحضور طبعا. ميرسي قوي قوي، أشكركم. شايفين يا حضرات الشخصية المحيرة دي؟ شخصية ناجحة، مهذبة، خجولة، رقيقة، ومش عارفة تقول كلام. يعني كان ينفع تبقى عازفة بيانو، فنانة تشكيلية، بدل ما هي محامية جنايات كده يعني. مش كده ولا ايه؟ الحقيقة ده أصلا اللي كان محيرني وأنا بختار لها الهدية بتاعتها. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه ولا أجيب إيه. لغاية بقى ما ربنا هداني لصديقنا الفنان العبقري عدنان السمري. ميرسي يا جابر باشا، ميرسي ميرسي. عدنان بقى بإيديه اللي بتتلفف حرير وخياله الخصب ده حل المشكلة. ونفذ لي هدية تجمع كل تناقضات شخصية الأستاذة كرمة في لوحة أنا شخصياً أعتقد إن هي من أجمل إبداعاته. اتفضل يا فنان. ميرسي. اتفضل. غريبة أوي اللوحة دي. جدا. خدتي بالك من الدمعة اللي في عينيها؟ طبعا خدت بالي. ما هو ده اللي مخليني مستغربة إن دافنشي. كراميلا بالراحة. بالراحة بالراحة، حوطي صوتي. حوطي صوتي ده إيه؟ أنت فين يا أخي؟ أنا بقالي أسبوع بدور عليك. وحشتك؟ أوي. أنا أقصد إن أنت سيبك من كل الكلام ده. ايه رايك في اللوحه؟ والله هي لوحه مش بطاله. مش بطاله يا اخي، ده انا عمري ما حلمت ان انا اترسم على لوحه. لا بس يعني اللوحه دي
في التركيبه كده فيها حاجات ملخفنا كتير. طب والنبي بالزمة ده اسمه كلام؟ ايه في ايه؟ يعني ما علينا من الايد اللي هي مش ايدك طبعا، انما ساعه رجالي يعني مش لايقه على القمر يعني. اه صحيح، دي الساعه فعلا رجالي. اه وايه ده بقى ان شاء الله؟ في ايه تاني؟ المشاح؟ مشاح اللي على الروب؟ ماله؟ ماله ده ايه؟ ده منقوش ومخطط ومزوق، ايه ده؟ طب فيها ايه يعني؟ شكله حلو، هي شياكة برضه. شيكة دي؟ انت محامية ولا عارضة أزياء؟ أستاذة محامية كبيرة، هتخش برضه كده مدندشة؟ دافنشي، على فكرة بقى، أنت بتنفسي. بقى ايه؟ بنفس؟ اه الغيره هي هتنط من عينيك، ايه يا اخي؟ فاكر ان مفيش رسام في الدنيا غيرك؟ طب ده انت بقالك اكتر من شهرين لسه ما خلصتش اللوحه اللي في الفيلا. والله عندك حق، ناقصي فنان فاشل. لا 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 ما تقولش، انا ما اقصدش كده، وما تقولش انت على نفسك كده. انا بس بغيظك شويه. اقول لك على حاجه وتصدقني؟ قولي. كل ما ببص للوحة بحس إن فيها حاجة منك، ألوانك، روحك، غموض، غموض عينيك. طب وعينيك يا كام؟ عينيا مالها؟ آه مرهقة شوية مش كده؟ أنا قصدي عينيكي اللي في اللوحة. إيه؟ لسه مش لاقي تفسير للدمعة اللي في عينيكي؟ يعني مش عارفة، يمكن متأثرة من المتهم اللي بدافع عنه؟ تصدقي فعلا ممكن. الله! إيه تاني؟ بس هو فين المتهم اللي بتدافع عنه؟ القفص فاضي يا حبيبتي. تصدق انه فاضي؟ ما فيهوش متهم. يبقى اكيد في سبب تاني علشان الدمعه الحلوه دي. دافنشي بقول لك ايه؟ اوعى ترجع تقول لي بقى بتحسي بالوجع اللي جواكي علشان خاطر بتدافعي عن البطل، انا بجد تعبت من المعنى ده. مع انه هو فعلا المعنى ده جواكي، بس مش ده اللي اقصده خالص. تقصد ايه؟ قلت لك مش ده اللي اقصده بقى خلاص. اللي اقصده انه مش عارف اقول لك ازاي، يعني يمكن يكون الوهم واقفه متحمسه قوي وبتدافع عن متهم مش موجود، انت الوحيده اللي شايفاه، شايفاه في خيالك يمكن، ومتأثرة بالدفع باستماتة لدرجة الألم والدموع. أنت عايز توصل لي أو تقول لي إن أنا مهما دورت عليك ودفعت على ضيقتك محدش هيصدقني؟ أنت شايفة إيه؟ أنا شايفة إن أنت بتحاول تستفز قدراتي، ومش هينفع إن حضرتك تستفزني يا أستاذ. ويكون في علمك لو أنا عايز أجيبك من تحت الأرض هجيبك، وأي كلام أنا هقوله الناس هتصدقني عليه. بالراحة يا قمر، ما أنت وضع الله رفعه. نبي تتلاهي يا قمر، اتلاهي، ده أنت مش عارف توصل لصحفي كتب عني كلمتين في جريدة. هجيبه يا دافنشي، في 24 ساعة أنا هجيبه، وهوصل لتفاصيل الخبر الكامل اللي كتبوا عنك. صلي على النبي في قلبك، صلي على النبي في قلبك. خلاص يا حبيبتي، انت فاضيه لي دلوقتي؟ لبستي السواريهات، عملتي الحركات والشياكات، وجيتي الحفله تسمعي تسقيف البهوات. تسقيف ايه وزفت ايه؟ انا جيت اصلا علشان علشان ايه يا كارما؟ قولي لي. ها؟ اوعي تزعليني بقى وتقولي علشان جايه تدوري عليا وتعرفي حكايتي، لا. ها؟ مش انت جيتي هنا عشان ترضي خطيبك وترفع راسه قدام جابر الكومي والبهوات؟ طب وفيها ايه يعني؟ ما هو خطيبي والراجل بصراحه جامله قوي ووقف جنبه في الخارج، ما كان لازم اعمل كده. عندك حق،
اقول لك ايه بس؟ انا اجي جنب الباشا خطيبك عريس المستقبل، انا حيالله شبح طلعت لك من الحيطه، وزي ما بيقولوا كده الحي ابقى من الميت، صح؟ دافينشي ارجوك افهمني، افهمني لاني انا يا حبيبتي غبيه، افهميني بقى انت غبيه مش اي حاجه. الناس دول جابوك هنا علشان يورطوكي تاكلي من طبقهم وتمشي في سكتهم وتبقي واحده منهم، وكل ما هتمشي معاهم خطوه زياده كل ما رجلك هتغوص في الوحله اكتر، رجلك هتتقل هتحجر ومش هتعرفي ابدا ترجعي تاني لسكه الحق. كل يا كرمه، كل يا حبيبتي، دوقي اللقمه الحرام، لغواصي في طبق العز، وده هينسيكي دافينشي والهبل اللي بيقوله. كل يا كرمة، كلي. وانا بتي بت يا كرمة، انت يا بت، يا نهار ازرق عليا وعلى اللي جابوني، يا بت فوقي وردي عليا. بت يا كرمة. انت يا بت داليا، هو انت هنا من امتى؟ هنا من امتى؟ انا فضت عليكي 4 مرات عماله اقول لك البوفيه اتفتح البوفيه اتفتح، وانت واقفه قدام اللوحه دي عامله زي تمثال الجبس. وبعدين؟ ولا قبلين قلت اجيب لك الطبق ده بدل ما تاكلي بواقي العظم والسلطات. لا لا لا، ماليش نفس، مش عايزه اكل. مالكيش نفس ازاي؟ انت ما فطرتيش وكنت هتموتي من الجوع. يا ستي نفسي اتسدت، مش طايقه اكل حاجه هنا خالص. واقول لك كمان انا عايزه امشي. تمشي يا بنت، انت جنتي. هي اتهبلت وبس، اتمنحت وقفت قدام اللوحه بتاع نص ساعه، ولا بتتحرك ولا بتتكلم ولا دريانه بالدنيا. دماغها اتلحس. عيب يا فدان، او اللي انت بتقوله ده يغربك مكافاه اضافيه. امال فرق الجوده والابداع يعني؟ وانا يعني كان لازم اقول لك يعني ان رد الفعل عادي عشان اخلص من ابتزازك ده يا فريد. شوف، اولا انت مش هتقدر تكذب عليا لان انا واثق قوي من البضاعه اللي انا موديها لك، انما الاعتذار وجب عن الكلام السم اللي انت سمته لي على التاخير. طب يا عم حقك على شعر راسي. لا. على جيبك مش على راسك، انت عارف اي حاجه انا بترجمها لفلوس. يا سيدي وماله، اللي حضر العفريت يصرفه. بصراحة الراجل ده هو اللي يستحق المكافأة يا عم فريد. عايز ايه من الزفت اللي عندي؟ طلبت ان احنا ندلعه، ودينا دلعناه لغاية ما طلع عين اللي جابه أم اللي جابه أمي. وهو عمل شغل اهو زي ما انت شايف، لوحة فنية رائعة ما عملهاش من 3 سنين. بص يا فريد، اسمع كلامي كويس، الراجل ده لازم تديله مكافأة كبيرة جدا تعميه، واحنا هناخد منه شغل عالمي. اسمع كلامي. خمسة وتلاتين دقيقة. يا ترى بقى هتاخدي قد ايه علشان تهدي قضيتي وتخرجيني يا استاذة كارما؟ يا ترى هتخرجيني بأمارة ايه؟ بأمارة اني رسام شاطر رسمتلك لوحة حلوة تثبتلك فني وتأكد براءة احساسي؟ لا والله، بهي دي الحجة اللي هتغفر كل ذنوبي؟ دي الحجة اللي هتمسح الدم اللي في ايدي وتديني حريتي؟ مش عايز اصدق. وانا مش فاهم ازاي اصلا انا صدقت التخاريف اللي انا فريد طعيمه؟ بس ايه ودراسه ايه ومجرم فنان؟ الهبل ده، الهبل ده، انا اكتر واحد في الدنيا فاهم كويس قوي فريد طعيمه. انا اكتر واحد عارف ان فريد طعيمه ده اخر شخص في العالم ممكن
يحس بأي إنسان أو يشوف النقطة البيضة اللي جواه. ومعرفكيش، أنا معرفكيش يا كرم، معرفكيش ولا أنت تعرفيني ولا يمكن هتعرفيني ولا تحس بإيه. إيه اللي هيخليك والنبي عبيط؟ أنا فعلا حمار. إيه اللي هيخليكي تسيبي دنيتك، تسيبي نجاحك وشهرتك، تسيبي الجنة اللي أنت عايشة فيها وتبش الأرض قال إيه عشان تاخدي بإيد واحد ميت؟ ما يعرفش حتى هو مين.